التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لجماعات مسلحة في العراق وسوريا، وأشارت إلى أن الضربات الجوية أصابت 85 هدف من بينها مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، واستخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه. في المقابل أكد الجيش العراقي تعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية لضربات جوية أمريكية، واعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، محذرا من أن نتائجها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أن 30% من المباني في قطاع غزة دمرت كليا أو جزئيا خلال العدوان الإسرائيلي. وأوضح مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن أكثر من 69 ألف مبنى تضررت، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي المباني في القطاع. وذكر المركز أن أكبر حجم للأضرار كان في مدينتي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على المدى الطويل، وأضاف أن المستقبل في الشرق الأوسط الذي يجلب السلام والأمن للمنطقة يبدأ مع قيام الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل الدولتين يجب أن يترافق مع ضمان أمن إسرائيل من خلال دمجها في المنطقة إلى جانب جيرانها. وتضغط واشنطن أيضا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخروج بخطة لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. قضت محكمة العدل الدولية بأنها ستنظر في قضية طلبت فيها كييف إعلان أنها لم ترتكب إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، وهي التهمة الموجهة إليها من الجانب الروسي. في الوقت نفسه رفض قضاة محكمة العدل الدولية طلبا من أوكرانيا للحكم بشأن ما إذا كانت العملية الروسية تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 أم لا. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة قبالة ساحلها الغربي في 2 فبراير. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن هذه الاختبارات تعد جزءا من الأنشطة العادية لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة كوظيفتها وأدائها وتشغيلها، ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، وهذه عودة من جديد للزملاء باسم وسارة واستكمال باقي فقرات هذا الصباح.